الخير وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع من القاهرة ومتابعات بتتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى حوالي 11:30 مساء بتوقيت القاهرة. ودوما وعلى مدار هذه الفترة بالتأكيد كوفيد-19 وباء الحقيقة الفتاك اللي بنتابع تطوراته يوما بعد يوم على مستوى العالم بيلقي بظلاله على متابعتنا مع حضراتكم بشكل كبير وأكثر من بعد غير الصحي طبعا اجتماعي واقتصادي وربما أيضا خاص بالتحول الرقمي اللي تتعالى الأصوات مطالبة أنه يتكرس بشكل أكبر لأن دلوقتي بقى إجباري أن التعليم يكون أونلاين وحيكون لنا وقفتين حواريتين وثيقتي الصلة بالمجالين دول المجال الصحي والمجال التقني والمعلوماتي. كالمعتاد بنبتدي مع حضراتكم جولتنا الإخبارية المعتادة وأول وقفتنا مع تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم الرغبة في اتخاذ إجراءات أكثر حدة أو تضييق وقت التحرك للمصريين لعدم توقف الحياة ودعا سيادة الرئيس في الوقت نفسه المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية. جاء ذلك خلال تفقد السيد الرئيس اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة المصرية لمكافحة انتشار وباء كورونا. مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم، مش عايزين نعمل نضيق توقيتات الحركة عشان كمان حياتنا ما تتوقفش، حياتنا ما تتوقفش. فأنا بس عايز أقول إن لما بنزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها مخلية بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه ومحدش حاطط الكمامات. طب ده مهم طبعا، يا ترى المواقف بيتم فيها تطهير ولا لا؟ ده مهم طبعا. وسائل النقل كلها، انا اطمنت على السكة الحديد وعلى المترو، لكن كمان عايز اطمن على ان احنا بمعدلات عالية كل وسائل النقل اللي بتستخدمها سواء للدولة او للمواطنين يكون بيتم فيها تطهير وتعقيم، وده دور الدولة والجيش. أكد الرئيس السيسي أن الأوضاع الخاصة بإصابات فيروس كورونا تحت السيطرة حتى الآن وذلك بفضل جهود وزارات الصحة والداخلية والإعلام. حتى الآن الأمور تحت السيطرة، وهنا طبعا جهد وزارة الصحة والإعلام معها في الرسائل ووزارة الداخلية كجهد بتبذره طبعا من بعد فرض الحظر لغاية بتوقيتاته المختلفة. وأنا كنت حريص على أن المهمة دي تقوم بها وزارة الداخلية لوحدها، لأن أنا عارف أن هي قادرة على تنفيذها وتنفيذها بقوة وبكفاءة. أنا كنت عارف كده، وبالتالي قلت لا الجيش ما ينزلش معهم في مهمة، ده مهمة بنتعاون فيها مع بعضنا البعض، فوزارة الداخلية تكفي وتكفي تماما، وده اللي احنا شايفينه. طبعا الممارسات غير المحمودة، ترويج الشائعات ونشر أخبار المغلوطة، ومهم جدا يكون في تعاطي جاد سواء من الجهات المسؤولة وحرص أيضا من المواطنين على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. الرئيس السيسي يقول أن هناك فئة يعني هي تقوم بمثل هذه الممارسة، قامت ببث شائعات بين المصريين مستغلين بذلك قرار الحكومة إعطاء العمالة غير المنتظمة مساعدات شهرية. وشدد السيد الرئيس على عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي تسببت في تزاحم العمالة أمام المؤسسات الحكومية لصرف الإعانة، ونوه سيادته بأنه عند الانتهاء من إجراءات صرف العمالة فسوف يتم إعلام المنتفعين بها للتنظيم وعدم الازدحام. لقينا الناس موجودة في يعني تجمع هنا في كم منطقة كده عشان لا احنا هنعلن لكم، والإعلام أرجو أن احنا دايما نبقى منتبهين أن احنا مجرد ما نقول الموضوع يبقى مع الحكومة، يعني إن كان في توجيهات تنفيذية من فضلكم نزلوها بسرعة وخلوا الإعلام يتناولها بشكل متكرر حتى تصل إلى كل الناس. وقال رئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تهدف إلى طمأنة الشعب المصري، وأضاف أن القوات المسلحة رفعت
درجة الاستعداد داخل كافة مستشفياتها وخصصت عدد منها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا. وأشار السيد الرئيس إلى أنه يوجد بالفعل 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح وتبلغ طاقة كل منها 200 سرير. وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من تقديم يد العون لدول صديقة هو الوقوف معها في أزمتها الشديدة التي تواجهها في الوقت الراهن. رسالة طمأنة قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري مفادها أن الدولة المصرية سعت ولا تزال للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد دول العالم بأسره، وذلك عبر حشد جهود كل مؤسسات ووزارات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة، حيث تفقد الرئيس العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار عدوى الفيروس. حتى الآن الأمور تحت السيطرة، وهنا طبعا جهد وزارة الصحة والإعلام معها في الرسائل، ووزارة الداخلية كجهد بتبذله طبعا من بعد فرض الحظر لغاية بتوقيتاته المختلفة. وأنا كنت حريص على أن المهمة دي تقوم بها وزارة الداخلية لوحدها، لأن أنا عارف أن هي قادرة على تنفيذها، وتنفيذها بقوة وبكفاءة. وأعلن الرئيس خلال كلمته عن عدة إجراءات اتخذتها الدولة بهدف الحد من تداعيات انتشار الفيروس وتأثيراته على المواطن وعدد من القطاعات الهامة بالاقتصاد المصري. وقلنا كده فيما يتعلق بقطاع السياحة، استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناء على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية. قيام البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة عن يكون بفائدة مخفضة. وكشف الرئيس أنه لا نية أو رغبة حتى الآن لزيادة عدد ساعات تقييد حركة المواطنين لعدم توقف سير الحياة الطبيعية أو تعطيل عمل الدولة. مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم، مش عايزين نعمل نضيق توقيتات الحركة عشان كمان حياتنا ما تتوقفش. وحذر الرئيس السيسي من الشائعات خلال الفترة الحالية، مطالبا بالتعامل بوعي مع هذه الشائعات التي تهدف لإحباط معنويات الشعب المصري، مؤكدا دراسة الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول العمالة غير المنتظمة على الدعم المخصص لها، مطالبا القطاع الخاص بالعمل مع الدولة من أجل عدم المساس بمرتبات ومستحقات العاملين به. اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا، لا، ده بيستهدفنا احنا، بيستهدف معنوياتنا، لأن معنوياتنا هي الأساس في المواجهة. المواجهة بتاعتنا مع هذه العناصر وهذا الفصيل الشرير بالمناسبة لن تنتهي. وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي أكد خلال كلمته أن القوات المسلحة هي السياج المنيع للدفاع عن الوطن في أوقات الأزمات. أن القوات المسلحة تعهدها دائما هي السياج المنيع الذي يحفظ للأمة أمنها وسلامتها في حربها وفي سلمها وأزماتها، وأن هذه الأعمال الجليلة لن تسنينا عن أداء مهمتنا الرئيسية المقدسة في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية حدود مصر وأمنها، مستلهمين عون الله في أداء مهمنا. وعرض الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال استعراض الرئيس السيسي لاصطفاف عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا. رفع درجة استعداد جميع مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في محافظات الجمهورية إلى أقصى طاقة ممكنة لتقديم الخدمة العلاجية لأفراد القوات المسلحة وأيضا للقطاع المدني، بالإضافة إلى تخصيص جزء رئيسي داخل كل مستشفى
يتم فيه رفع درجات استعداده ومزود بغرف رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي لاستقبال الأفراد المصابين بالفيروس. وشملت القوات المصطفى التي تعد نموذجا للعناصر التي تدعم القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 550 غرفة مجهزة وأخرى مجهزة بغرف رعاية مركزة. كما شارك في الاصطفاف نموذج من عربات الإسعاف والتي يبلغ عددها 1000 سيارة، إضافة إلى أوتوبيسات نقل الحالات والإسعاف الطائر، بالإضافة إلى عربات التطهير التي تقوم بتعقيم مؤسسات الدولة. على رشوان النيل. معنا على التليفون للمزيد من المتابعة الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. بالتأكيد يعني المتابعة عن قرب لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يلمس كثير من دلالات بالغة الأهمية ورسائل توضيح وطمأنة للشعب المصري في مثل هذه الأزمة اللي بنشهدها هذه الأيام، مواجهة شرسة مع وباء كورونا. قرأت حضرتك يا فندم متابعتك. هو بالطبع خروج الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وحضوره الاصطفاف النهاردة والاطمئنان على القوات المسلحة المصرية إن هي تقدم الدعم للقطاع الصحي في مصر هو رسالة طمأنة للشعب المصري بشكل كبير جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يخرج ويتحدث إلى الشعب المصري دائما وأبدا ما يرسل إليهم رسائل فيها اطمئنان، جاهزية الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أيضا جاهزية القوات المسلحة واستعدادها لخدمة الشعب المصري بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة المختلفة داخل الدولة المصرية. كل دي رسائل اطمئنان للرئيس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا مطالبته للشعب المصري إن هو يتعاون مع الدولة في تنفيذه للتعليمات، ده شيء مهم جدا. وحتى وقال إن الدولة يعني فيما معناه بتوفر كافة الإمكانيات وكافة القدرات من أجل حماية المواطن المصري بشكل كبير جدا من الفيروس. فجاء الوقت أيضا على الشعب إن هو أيضا يساعد الدولة في إنه يحمي نفسه، يحمي نفسه عن طريق المسافة الآمنة، يحمي نفسه عن طريق ارتدائه للكمامات، يحمي نفسه عن البعد عن التجمعات. كل ده شيء مهم جدا. وطبعا كمان مهم جدا تأكيد سيادة الرئيس على الجاهزية لمواجهة كافة السيناريوهات اللي ممكن يعني تكون بانتظارنا في سياق ما تحمله الأيام القادمة بالنسبة لهذا الفيروس على الأصعدة الكافة. هو بالطبع هو من البدايه خالص، بدايه ظهور الفيروس، ومصر وضعت استراتيجيه بعيده المدى للتعامل مع الازمه، التعامل مع الازمه على كافه المستويات، يعني في المرحله الاولى حتى على اي مستوى الدوله وضعت استراتيجيتها لتنفيذها لمواجهه فيروس كورونا على كافه الاصعده. وشفنا خلال الفتره الماضيه بشكل كبير جدا الدولة قدمت إمكانياتها من أجل حصار أو عدم انتشار فيروس كورونا داخل الدولة المصرية على مراحل مختلفة، وأيضا في جاهزية إذا تطور لا قدر الله الأمر، لكن هناك جاهزية لمواجهة الأمر بشكل كبير جدا. طبعا ده بالنسبة للدولة. غير كمان في بعد تاني أهمية أن احنا نتوحد مع بعض كشعب وأن نتكاتف بالزبط على مستوى العالم للدول اللي ممكن تكون يعني أقل حظا في ضحاياها سواء كانوا مصابين أو وفيات من جراء هذا الوباء المستجد. بالطبع دي نقطة مهمة جدا. وحتى الرئيس النهاردة قال إن مصر عندما ترسل مساعدات للدول في الخارج هي رسالة رمزية من الدولة المصرية لوقوفنا بجانب الدول التي أصيبت بكوارث جراء الأزمة دي، زي الصين زي إيطاليا. دي رسائل رمزيه ان احنا في الانسانيه كلنا واحد في هذا الوباء على العالم كله، فلازم نقف جنب شعوب العالم المختلفه المتضرره بشكل كبير جدا. وده اللي شفناه في زياره وزير الصحه للصين وايضا الى ايطاليا محمله بمعونات مصريه. النقطه الثانيه المهمه جدا في حديث الرئيس النهارده او رساله مهمه جدا اللي هو عدم الانسياق خلف الشائعات. صحيح. إن احنا عارفين ان الشائعات
ان في وسائل اعلام موجوده المعاديه اللي موجوده في تركيا اللي موجوده في قطر دي بتبث سمومها يوميا ضد الدوله المصريه، دائما ما تشكك في امكانيه الدوله المصريه لمواجهه الفيروس، بل بالعكس ده هم وضعونا في قمه الدول اللي عندها فيروس كورونا. والرئيس النهارده قال ان احنا يجب ان احنا ما نسمعش ليهم، لان احنا مش هنخبي حاجه على المواطن، لان ده مرض مليان في العالم كله. الارقام والاخبار من مصادرها الرسميه سواء كانت وزاره الصحه، وربما يرقى ذلك الى تصريحات منظمه الصحه العالميه نفسها. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريده الاهرام. أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة هي أسياج المنيع للحفاظ على أمن البلاد في الحروب وفي الأزمات بصفة عامة، وأضاف زكي في كلمته أن هذه الأعمال لن تؤثر على أداء قواتنا المسلحة لمهمتها الرئيسية في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والتأهب لحماية حدود مصر وأمنها. أن القوات المسلحة تعهدها دائماً هي السياج المنيع الذي يحفظ للأمة أمنها وسلامتها في حربها وفي سلمها وأزماتها، وأن هذه الأعمال الجليلة لن تسنينا عن أداء مهمتنا الرئيسية المقدسة في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية حدود مصر وأمنها، مستلهمين عون الله في أداء مهمنا. أعلنت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة. وأضافت الوزيرة أن عدد تحول أو الحالات اللي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية وفق للتحاليل المعملية ارتفع ليصبح 427 حالة، تم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة وتسع حالات وفاة. بلغ عدد إصابات اليوم 128 إصابة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لإصابات جمهورية مصر العربية 1450 إصابة، بينما عدد وفيات اليوم 9 حالات. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها 17 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 276 حالة من أصل 427 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية. وبتقييم الحالة الصحية للمصابين المتواجدين في مستشفيات العزل واسترشادا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، فقد تقرر الآتي: سيتم نقل عدد من الحالات البسيطة إكلينيكيا وعمرها أقل من 50 عاما ممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات والأشعة، وأمضوا مدة العلاج المقررة طبقا للبروتوكول العلاجي وهي 5 أيام. وبعد تقييم حالتهم الصحية سيتم استكمال فترة المتابعة لهم في المدن الجامعية ونزل الشباب المعدة لذلك تحت الإشراف الطبي الكامل لوزارة الصحة والسكان، وذلك لحين تحول نتائجهم المعملية إلى سلبية وتمام شفائهم، علما بأن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وتم تزويدها بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات أشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى تزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، وذلك في إطار خطة وتضافر جهات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة. ترأس رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمقر مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين. يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد معنية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس ووضع خطط الطوارئ للتعامل مع أي موقف، بالإضافة إلى مواجهة الشائعات ودحضها والرد عليها ببيانات رسمية.
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وتنفيذ جهاز تنمية المشروعات لمبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخاصة للجهات المتضررة، خاصة للجهات الصناعية وكثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى عام لضمان استمرارية هذه المشروعات وللمساعدة في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج، وذلك لحين تخطي أزمة كورونا. كما أوضحت الوزيرة أن أصحاب المشروعات الصغيرة اللي بيتطلعوا للاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على الرقم 16733، الرقم مرة ثانية 16733، أو يمكنهم زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية. وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الشكر إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحرصه على أن يكون للكنيسة دور إيجابي وفاعل في ظل أزمة فيروس كورونا اللي بيواجهها العالم في الوقت الحالي، وأشادت بدورها بالجهود المبذولة من قبله للربط وتحقيق التواصل مع أبناء الوطن في مختلف أنحاء العالم، وبمساعدة الكنيسة المصرية لمصريين عالقين بكينيا تحديدا على خلفية هذه الأزمة. نهاية جولتنا الأولى، ولكن بالتأكيد يتبقى لدينا المزيد في من القاهرة مع حضراتكم النهاردة. عندنا وقفتين حواريتين، الأولى يعني صحية وطبية في المقام الأوفى، وثانية ربما بنتطلع عليها أو نتلمس بعض الضوء في هذه الأزمة. أول حواراتنا طبعا مع ما وصل إليه الفيروس، الأرقام ودلالاتها، وأيضا ربما يعني الرسائل اللي ممكن يتم إرسالها من خلال تعافي حالات وتحولها وفق النتائج المعملية من إيجابية إلى سلبية، ومقارنة بشكل نسبي بالوضع على مستوى العالم، وربما دلالة زمنية في أننا هذه الأيام بنحتفل بيوم الصحة العالمي. أما وقفتنا الحوارية الثانية فهي عن البعد التكنولوجي وفكرة التعليم عن بعد، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هناك بعد إيجابي للتعجيل ومسارعة الخطى للدفع قدما بهذا المجال والاستفادة من التكنولوجيا بالشكل الأقصى في مجال التعليم بصفة عامة. معكم بعد هذا الفاصل وأول وقفتنا الحوارية، كونوا معنا.